شبان مصريون يجوبون شوارع القاهرة حاملين لافتات نحاسية يثبتونها على واجهات البنايات التي عاش فيها رموز الفن والثقافة والسياسة. عاش هنا هو اسم المشروع الذي ينفذه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بهدف تعريف الأجيال الجديدة معلومات مهمة عن هذه الشخصيات. في هدف كبير جدا ان انا ابتدي اعرف الأجيال القادمة بشخصيات أثرت في تاريخ بلدهم، ويقدروا وهم ماشيين في الشارع يتعرفوا على جزء من سيرتهم الذاتية، فيبتدي يبحث عنه. لو لقى الموضوع ممتع بالنسبة له بيبتدي يبحث عنه، وبكده ببقى خلدت الذكرى الراحلين من المبدعين. العندليب الأسمر كان له نصيب من تلك المبادرة، فالآن كل من يمر بجوار منزل عبد الحليم حافظ يمكنه أن يحصل على كل المعلومات التي يريدها. حاجة زي لوحة تتعلق في المنزل بتاع عبد الحليم حافظ ده شرف كبير لينا، بس طبعا أنا حابب إن كمان الشارع بتاع بهاء الدين قرقوش يتسمى بشارع عبد الحليم حافظ، لأن عبد الحليم حافظ تاريخ وقامة كبيرة ومن حقه إن هو يبقى ليه شارع طبعا باسمه. وطبعا دي مبادرة كبيرة وحاجة كويسة جدا لأي فنان عاش وأنتج فن مهم طبعا لمصر والوطن العربي. خطوة جميلة جدا ان احنا نشاور على المكان اللي هم سكن فيه فلان او فلانة، وده شيء يعني طمني ان يعني ما صنعه الوالد او غيره من الفنانين الكبار الدولة بدأت تنتبه، ودي شيء جيد جدا ان هو حيراع. ونجحت المبادرة في وضع أكثر من 200 لوحة نحاسية على واجهات بنايات عديدة في أنحاء القاهرة لرواد ومبدعين أثروا مسيرة مصر الحضارية عبر تاريخها.